احنا هنتكلم دلوقتي عن موضوع شائك جدا وهو الخيانة الزوجية. الحقيقة الموضوع ده موضوع متشعب ومطاطي جدا، فاحنا عايزين نتكلم على الخيانة، او هي ايه الخيانة، او ايه تداعياتها، او بتأثر على ايه. الحقيقة ده مؤشر كبير ان معدلات الخيانة زي ما احنا بنسمع وبنقول هي معدلات الحقيقة نوعا ما مرتفعة شوية. ده مؤشر لايه؟ مؤشر لوجود جزء او بعض من انهيار القيم المجتمعية عندنا. الحالات بتاعت الخيانة كتيرة جدا، طيب بتعامل معاها ازاي؟ او ايه هي انواعها؟ فبنلاقي ان الخيانة هي خيانة، بس للأسف عايزين نقول ان أسوأ انواع الخيانة هي الخيانة الفكرية، لان دي الخيانة اللي مش ملحوظة، اللي نادرا ما بنقدر نكتشفها، ان الرجل بيبقى في وادي معانا وهو مخه في وادي تاني خالص، وده صعب جدا اكتشافه. يعني هذا النوع من الخيانة وهو أسوأهم وأخطرهم على الإطلاق، صعب جدا اكتشافه. الحقيقة الموضوع ده من كتر ما هو متشعب صعب جدا نحصر حالات الخيانة الواقعية. يعني زي ما هنقول خيانة ما بين مين؟ رجل متزوج مع امرأة أخرى، ست متزوجة مع رجل آخر، اتنين متزوجين مع بعض، ما بنقدرش نقول أو نحصر، لأن الموضوع حصره صعب جدا وكبير جدا. أول حاجة بنتكلم عليها دور الإعلام التربوي الهادف اللي دايما بيقول فين القيم المجتمعية، فين القيم الأخلاقية، فين القيم الثقافية، ونعزز هذا الدور من الإعلام، لأن بقالنا كتير الإعلام ده غايب عننا. تاني حاجة العاطفة، فين العاطفة؟ لأن احنا بنتحول بعد الزواج إن احنا بنبقى آلتين، كل واحد شغال في اتجاه معين، كل واحد بيدور على العاطفة في الاتجاه اللي يرضيه أو اللي هو عايزه. العاطفة ممكن تيجي قصادي وأنا مش داريان. عشان كده في الأول وفي الآخر في ذكريات معينة لازم نسترجعها، في مواقف معينة، في حاجات مشتركة، في أسرة، في كيان، ده اللي احنا لازم نعزز من الدور الأسري التربوي العاطفي هذا الكيان اللي موجود. ايه هي الحاجات المشتركة الجميلة او اللي موجودة ما بيننا؟ عشان كده الدور هنا على الزوجين الرجل والمرأة. انتظرونا ومعلومة جديدة على موقع صدى البلد، دكتور محمد رجب خبير العلاقات الأسرية.